في رابع أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات. الجلسة الأولى للمائدة المستديرة كان هناك تأكيد على العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة قد ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول وتسارع التطور التكنولوجي. تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين تطرقت إلى تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.